والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد، نتابعها مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكم ريهام وهبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح المجلس التصديري أنه يسعى إلى زيادة الصادرات بنسبة 30% بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة لنمو الصادرات والوصول بها إلى 100 مليون دولار. أطلقت وزارة الزراعة أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية. وذكرت وزارة الزراعة أن الحملة تعمل من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، مطالبة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية. وتشمل الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل بعد مع صعود الدولار وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.8% لتسجل 79 دولارا و87 سنتا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9% لتسجل 75 دولارا و42 سنتا للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 63% لتصل إلى دولارين و59 سنتا للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 24% لتسجل دولارين و54 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقعت الهند مع الإمارات اتفاقية تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار، مما يعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن التحويلات بالعملة الأمريكية. وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، اتفق البلدان أيضا على إنشاء رابط للدفع الفوري لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84 مليار ونصف المليار دولار في السنة المالية من إبريل 2022 إلى مارس 2023، حيث تدفع الهند مقابل النفط الإماراتي بالدولار، وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم. ذكرت صحيفة نيكاي أنه من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة. خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمنطقة الشرق الأوسط التي تبدأ غدا الأحد، وقال مسؤولون في وزارة الخارجية اليابانية إن كيشيدا يعتزم مناقشة أسواق الطاقة خلال زيارته المرتقبة لدول الخليج، بينما يهدف أيضا إلى تقديم تقنيات يابانية من أجل تحقيق هدف في الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني إن إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين انخفض 9% هذا العام. وذكر مكتب الإحصاء الصيني إن إنتاج الصين للحبوب انخفض بنسبة 134 مليون و530 ألف طن، ويعد هذا أول تراجع منذ 7 سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم الحصاد. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى هبة وريهام. إليكما. أشكرك سارة.